بيطان أنت على المباشر. التصريح تاع المحامي تاع هذا المتهم المغربي مطية يحاول من خلالها إخفاء الحقيقة وإلفاق التهمة بالسلطات الجزائرية، وفي الحقيقة سواء السلطات الجزائرية والدولة الجزائرية في منأى وفي مركز تعالي عن مثل هذه الخرافات والتفاهات. هذا المغني المغربي يواجه تهم بمحاولة اغتصاب فتاة قاصرة بالفندق الذي كان ينوي إقامة حفل به، وأثبتت التحريات الابتدائية الأولية وجود آثار اعتداء جسدي على جسد هذه الضحية. ما دخل الجزائر في هذه المسألة؟ نذكر أنه حتى نذكر المحامي نتاعو مجرد محاولة لإبعاد الانتباه. أستاذ نجيب بيطام، نذكر فقط أن ورد اسم المغني أيضا في قضية اغتصاب الولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى عام 2010، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها هذا المغني المغربي مثل هذه التهمة وهذه القضية. نعم، عنده قضية في القضاء أمام القضاء الأمريكي تعود إلى سنة 2010، تتعلق أيضا بنفس التهمة اغتصاب فتاة أمريكية، وتم الإفراج عليه حسب المعلومات الأولية بموجب كفالة مالية. واليوم ما يقدرش يدخل التراب الأمريكي، لأنه لو يدخل سيتم إلقاء القبض عليه في الولايات المتحدة الأمريكية في انتظار المحاكمة. إذا قلت لك أن خرجة دفاع هذا المغني ما هي إلا محاولة لإبعاد النظر وصرف النظر عن حقيقة هذه القضية، والجزائر في منأى وتتعالى على مثل هذه الخرافات. يعني تصور هذا المحامي دروك الدولة الجزائرية قاعدة فارغة شغل باش تروح تدير سيناريو كما هذا وتدبر مكيدة لهذا المغني، ما دخلها في ذلك وما مصلحتها في ذلك. هذا كلام غير مؤسس ولا يستند إلى أي شيء يؤسسه، وهو عاري وبعيد عن كل الحقيقة. طيب كيف سيكون، كيف نتوقع أن يكون رد السلطات الجزائرية؟ أكيد أنه المحامي اتهم دولة بأكملها، اتهم الجزائر بمكيدة ضد المغني المغربي سعد المجرد. كيف سيكون رد السلطات الجزائرية؟ أنا نشوف باللي أحسن رد هو التعالي عن مثل هذه التفاهات والخرافات. الجزائر ماهيش بالمكانة نتاعها المرموقة والسمعة نتاعها تهبط لهذا المستوى هذا، خاصة أن القضية مطروحة أمام قضاء فرنسي عنده السيادة نتاعو ولا دخل للجزائر في هذه الأمور. فأحسن رد هو التعالي وعدم الرد على مثل هذه التفاهات هذه. حتى يعني لو كانت هناك قضية من طرف المحامي، لا اكيد احنا الان التصريح نتاعو مازال ما عندناش معطيات، يعني على التفاصيل عن الحيثيات تاع الاتهام نتاعو هذا، هو تكلم هكذا بعموميات. لكن اذا تجرأ ومشى الامور اخرى اللي تمس بسمعه الدوله، حينئذ سيكون لكل مقام مقل. اما حاليا حسب ما وردت بعض وسائل الاعلام، حسب ما اوردته بعض وسائل الاعلام، فأعتقد أنه الأحسن أن لا يرد على مثل هذه التفاهات التي سميتها أنا التفاهات. القضية واضحة، المعالم تاعها الأولية واضحة، واش دخل هذه الدولة هي اللي هزت البنت هذه ودتها للفندق. طيب ودخلتها للغرفة تاع هذا المغني نجيب بيطام. في آخر خبر فقط، مصدر قضائي فرنسي أفاد بأن السلطات الفرنسية وجهت تهمة الاغتصاب مع ظروف مشددة للجريمة، وكذلك تهمة العنف العمدي مع ظروف مشددة للعقوبة إلى المغني المغربي الشاب سعد المجرد. طيب إن ثبتت هذا الخبر، إن ثبت صحته، كيف هل سيواجه المغني المغربي حسب القضاء الفرنسي التهمة 15 إلى 20 سنة؟ أكيد القضاء الفرنسي متشدد في القضايا هذه مثل القضاء الجزائري، وحسب ما ورد في وسائل الإعلام التحريات الأولية تثبت بما لا يدع شك تورط هذا المغني في اعتداء جسدي على شخص الضحية.
يبقى الاعتداء الجنسي هذا ربما الشهادة الطبية اللي تكون في الملف هي التي تثبت صحته من عدمه. بقات ملاحظة أخيرا نقولها الأخت لميس، احنا هذه الخرجات هذه تاع الجيران منا من الغرب تعودنا عليها، أصبحت روتينية. أي حاجة تصرى عندهم ولا تشوش عليهم قال وراءها الجزائر، ولكن موش لهذا المستوى، هذا موش الحد هذا، هذه تفاهات. أحسن رد عليها هو التعالي وعدم الرد عليها وعدم إعطائها هذه الأهمية هذه، لأنه مواقع عالمية كبيرة يعني أخذت هذا التصريح، تصريح محامي الفنان المغربي. شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب بيطام، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا لك.